اقرب لايامك اتيب يا اللي تقرون العمى من عمكم خذوا كلام العود ما باه تكاذيب مثل السند مضمون إلى اللي وراكم يقولي من يقرب لأيامك من الأمور يعني الفظيعة اللي صارت يعني بالتراث الماضي قصة تسمى الدعوة لجحيش السرحاني. جحيش له 3 عيال وسبحان الله يعني هو يعني سوى اللي عليه لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى يعني اختار لهم يعني أمها مختارة من عائلة طيبة مشهورة بالطيب العائلة ورباهم تربية طيبة وكان يرحمهم وهك الوقت كان الرجال لصاروا عيال وشباب من الطبيعي أنه يسرحهم مع البهم وكذا ولا مع البل هو ما كان يسرحهم من غلاولهم على أساس ما يبي لواهب القيض يعني تصطابهم الشمس وكان كالوقت الرجال اللي حاله ضعيفة كان يخلي عياله زي العمال يعني يسرحون بغنم الناس بأجر وكانوا يالونهم المعازيب كالوقت راع الحلال يا فلان عقل هذه ويا فلان أطلز هذه يأمرون عليها هو من غلاولهم ما خلى الناس يتولونها وكان هو يحيف لهم يتسلوا على القبائل بهالليل وحياف نوبن هذا صخر ونوبن هذا بعير يدول لهم عيشتها وهك الوقت يوم كانت الدنيا ضعفة كان الرجال يحرص على العيال لأنه لا تبر هم اللي يكدون عليه يعني الحين الدنيا الحمد لله يعني بخير وبنعمة والرجال فيه ضمان اجتماعي وفيه والناس أمان أول لا الرجال على ثم على عياله لا منه ضعف عياله هم اللي يقومون به يقول عبيد راعي بقعة يقول العود يوم أنه يجيب العيالي يا بيبتال العمر لذه طربه مار تبر الولد دل يلم الحلال يطاع المره والعود له 7 كوبه فجحيش مثل ما قلت سوى هالأمور هذه سبحان الله يوم تبروا عياله ومدلعها ولا يقول لها مشي وتزوجوا يوم أنه تبر وطاح الرجال يا مرماش يوم أنهم عقوبوا عسى الله ما يبلال ويقعد لا منه راح يحبي وانت ما يقوى يمشي تسبر لا راح البيت السبير زقرت والمرة وطردته وراح البيت الوسطي هم من طردت والمرة هم من راح البيت الصغير هم من طردت والمرة والحريم غثنا أبوك بس يعمل بنا ها مخرف هذا خرف يعمل بنا ويترك بنا وهم سبحان الله ما يعني ما قسم يعني انه يصير بهم رحمة لأبوهم يقول يوم أنه جاء حدا الأيام لهم وادي يقول هم رحيل يقول يوم أنه نام بوادي قال له وادي سلاحيب يقول يا مرهم شدوا بالظلمة هنا وخلوا يقول يوم أنه صحى يراعي وهو يسند ثريتهم لهذه ثريتهم مع الوادي لهذه منازع علمة هو ما انخبل هو رجال معه عقله لكنه الكبر ومغثته الحريم هل يتزقروا اي هو يقول قصيدة يدعي عليهم دعوة عسى الله ما يبلان يعني ذكر شلون عمل بهم هو من الطيب وشلون هم جازوه فهم جازه يقول جحيش يقول من يقرب لي مكاتي يقولي من يقرب لي مكاتي يلي تقرون العمى من عمكم خذوا كلام العود ما باه تكاذيب مثل السند مضمون إلى اللي وراكم يقولي من يقرب لأيام كاتب سرحتكم باللواهب يا عيالي ما عمر
لكم يا عيالي ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سمعة والجيران لجات بتاكم من حبكم أرطب القلب ترطيب يفسي قلبي يومي يبتي حداكم يا ما تسأل واعتل قبايل تقل ذيب من خوفي لا يكسر عليكم عشاكم ويا ما قطعت من الفياض العبايب أدوري من صيد البرايا غداكم قمت أتوكى فوق عوج المصاليب وقثرات اخطانا يومي طالت اخطاكم يا عيالي هاكم لحيتي كلها شيء كلها شيء كان برودنا في داركم ردوا لي القرضة عليكم مطالب ردوا لي القرضة جزا من جزاكم لابد يوم عاوي دوني الذيب بالقبر مفرق طيبكم من رداكم ماني فاضحكم بوسط الجانب بفعولكم يدروني كل أقرباكم لو كاني تدرون الحياة والمعايب صرتوا مع المخلوق مثل أخوياكم خوالكم بالطيب تروى وش علمكم يا سهجين المواجب حسبي عليكم هالرد منين جاكم شفت الجفا والحيفي والظلم والريب بطلوعكم لا يسر الله يا عيالي بعتوني بصفر العراقيم ما هي حقيقة سوز الله اتراكم نصحتكم واسندتي وادي سلاحي شهدتي بالبيدة عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا حد من البذراني يمشي وراكم عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا تجيب من البذراني يمشي وراكم ولا حد من البذراني يمشي عسى الله ما يبلانا. يقولون انه انقطع نماها, يقولون يعني اللي السلالة هذه ما معروف يعني الا سلالة انت يا جحيش
ما يعرف الحين له سلالة، لأنه هو كل وقت رجال معروف، ودعوة الوالد يعني معروف أنه يعني دعوة أصلا لو ما عملت به العمل لا دعا عليك والدك لحزت عليك، ما بالك أنك راح لناخذ حريمك وراح لن ومخليهم سيكين عمى بلولو شعيب ما يفك روحه حتى من الحصان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هشام، يا هشام، ترى يمك واللي تسويه يغضب الله عز وجل. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أعمالنا يا سامع كل نجوى. يقول اتصلت علي يوم من الأيام وقالت يا وليدي أنا تعبانة وبيك تساعدني. تقول سكر السماعة بوجهها، قال أنا مشغول مع الأولاد والحرمة. تقول سكت وجعلتها بصدري وخليت الجمرة تحرد في صدري حر، وأنا أعرف أن الله عز وجل بياخذ حقي. تقول اتصلت مرة ثانية وردت زوجته وقلت له يا أم فلان أنا عمتك فلانة، فقالت لي وخير إن شاء الله، أنت عجوز ومسكينة، حنا ناس نبي نسافر نبي نروح نجي. فرجاء لعت التصليم، انكسر قلب الأم، لكن الله عز وجل شاهد والله عز وجل مطلع ويسمع تبارك وتعالى. تقول الأم واتصلت الرابعة والخامسة، تقول والله يا شيخ أسبوع كامل وأنا أتصل عليه، والله يعلم وش الوجع اللي أجده في نفسي، ما راعى حرمتي. اتصلت مرة ثانية ورد علي الجوال وقلت له يا هشام ترى يمك واللي تسويه يغضب الله عز وجل. قال فكينا، إذا عندك شيء ارفع يديك إلى الله وادعي الله عز وجل، ادعي الله عز وجل. قالت يا هشام والله إني مريضة يا وليدي، والله إني مريضة وأستحي أكلم الرجال الأجانب، تعال وامسح على جنبي يمكن الله يخفف عني. تقول فرد علي بكل قوة يا شيخ وقال لي إذا كان أنك تقولين مستجابة الدعوة، السماء قدامك والناس حولك، اشتكيني في المحاكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اشتكيني في المحاكم وتصبر الأم المسكينة وتتحمل. تقول إلين جاني بلاغ من المحكمة، شوفوا يا إخوان دناءة بعض الأبناء، ولا نتهم الكل حاشا والله، دناءة بعض الأبناء. تقول يكلمني القاضي فلانة، نعم عندنا شكوى عليك من ابنك، عندنا عليك شكوى من ابنك. تقول الأم والله يا شيخ كأن الأرض تبي تنشق وتبلعني، ما أدري وش أسوي، أخذتني الحيرة. تقول توضيت وصليت لله ركعتين وقلت يا ربي إن كان هذا الابن يريد أن يوقع الضرب فأسألك يا إلهي ألا تتعداه دعوتي. تقول قمت من صلاتي وفي ثاني يوم لبست عباتي ورحت للقاضي ودخلت عليه، وإذا بالقاضي يقول يا أم فلان وش اللي سويتي مع أولادك؟ قالت والله يا شيخ اتصلت عليه أسبوع وأنا أقول لها توجع ما يسمع لي، كلمت زوجته وصكت السماعة بوجهي وأنا أشتكي إلى الله عز وجل يا شيخ، ورفع علي دعوة. الشيخ نزل راسه، تقول رفع راسه ثم قال يا أمي تدرين أولادك مشتكي عليك بكم؟ قالت بكم؟ جات الصاعقة للأم مثل الزلزال، زلزلت قلبها زلزال شديد، فقالت للشيخ يا شيخ ريح قلبي وقل لي وش يبي مني. فرد عليها القاضي وقال للأسف يمها قولت أن ولادك رفع عليك دعوة بمئة ريال خدتيها منه قبل 4 سنوات. والله يا إخوان، يقول القاضي وأنا أكلم الأم
يقول تبكي تقول الله يا وليدي، الله يا هشام تركتني وحيدة وانت وليدي، خليتني بالشوارع أهيم على وجهي حتى أكل الزبائن أكلت. تقول حتى أكل الزبائن أكلت، يمرون علي المحسنين بريال ونص ريال يعطوني وولادي حي ما مات. يقول الشيخ اطلبي، قالت ما بي من الشيء، أبي شيء واحد، إن الله يبعده عني ويستر عليه وعلى أولاده، ما عاد عندي ابن. يقول الشيخ يا أمي اطلبي وأنا أجيب أهلك، قالت يا شيخ وش أطلب، لما ابن يطرد أمه من بيتها وش يسوي، ولما ابن يترك أمه تهيم على وجوهها في الشوارع. تقول يا شيخ والله ثم والله يوم إنه مرض شهر كامل كنت أشيل قذاه بيدي ومرغ به وجهي وقول يا ربي وليدي، وناظر وش ثوابي، تخلى عني وخلاني مسكينة. تقول يا وليدي ليه سويت كذا، أنا أمك، أنا اللي حملتك شهور في بطني سنين، تعبت من آلامك ولكني أشتكي لربي. يا وليدي كم من جرح، كم من جرح جرحتني وأنا صابرة، كم من أذية آذيتني وأنا صابرة، ومع هذا تشتكيني في 100 ريال، في 100 ريال. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. القلوب يا إخوان لها أنين، ولكن إذا صادفت الرب الرحيم جل جلاله وصادفت موعد استجابة من الله، والله أن الذي دعي عليه لن ينزل عليه خير إذا كان الداعي أمه أو أبا. الذي دعي عليه لن ينزل عليه خير إذا كان الداعي أمه أو أبا. وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أعمالنا، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم الصف يا كريم المن، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اغفر لنا